أزمات متلاحقة، صراعات وحروب تحيط بالمنطقة، وكأن قدر الدولة المصرية هو أن تعيش في ظل بيئة ومحيط إقليمي ودولي يعج بالحروب والأزمات. فتارة نرى تنظيمات تشرعن القتل والإجرام باسم الدين، وتارة نجد صراعات وحروبا أهلية كتب على الدولة المصرية أن تتفاعل معها وأن تتأثر بها، وتارة نجد أزمات عالمية تلقي بظلالها على مصر. ولكن في ثنايا كل هذه الأزمات خرجت الدولة المصرية شامخة، منتصرة، فاعلة ومؤثرة، تبني جمهوريتها الجديدة ومسار تنميتها المستدامة، وتنجز استحقاقاتها الدستورية، وتضمن لأبنائها حقهم الأصيل في تقرير المصير، وعينها على المستقبل لأبناء هذا الوطن ليكون مستقبلاً يعبر بحق عن جمهورية جديدة جذورها راسخة ومكانتها مرموقة بين الأمم.